نيجي لبرج الحوت. برج الحوت برضو عاطفي جدا جدا جدا، اوكي، من في الابراج، برج الحوت في الرجاله في الابراج عاطفيا قلبه برضو كبير، قلبه كبير جدا. قلبه كبير، فممكن يبص على الكل، لكن ما مش بيخطي خطوه في اي حاجه، يعني يبص يجامل، لكن عشان يخطي لازم تبقى شخصيه قويه. برجين لازم يقابلهم برج الحوت في الراجل، الثور والاسد. وبيقابل العذراء؟ لا، بيقابل العذراء بس يبقى في مشاكل، لكن دايما يبقى في عاطفه جامده جدا في برجين جدا بيقابلهم، الثور والاسد. اوكي، يقابل العذراء بس مش زي ما انت متخيله، هيبقى في علاقه بس عابره، مش يعني مش كاملة. اللي ممكن يكمل معاهم بشكل كبير واكتر الاسد، ابراج تنفع مع بعض، راجل الحوت مع ست الاسد، وراجل الحوت مع الثور، ينفعوا مع بعض جدا جدا جدا، اسد وثور. طيب.